صباح الخير ونستهل النشرة بالعناوين. ارتفاع عدد شهداء مسيرات العودة إلى 135 واجتماع طارئ في الأمم المتحدة الأربعاء لبحث الوضع في قطاع غزة. السكان المقدسيين العرب في القدس الشرقية من مسلمين ومسيحيين يقع على عاتقهم العبء الأكبر في هذه المعركة. في يوم القدس السيد نصر الله يدعو العالم إلى دعم صمود المقدسيين. مصدر عسكري سوري ينفي للميادين صحة الأنباء التي تحدثت عن تعرض مدينة البوكمال لأي هجوم من داعش. خلافات تعصف بقمة دول مجموعة السبع، ودول أوروبية ترفض مقترح ترامب لعودة روسيا إلى المجموعة. إلى 135 ارتفع عدد شهداء مسيرات العودة باستشهاد 4 فلسطينيين في مسيرة مليونية القدس عند حدود قطاع غزة أمس. أحمد غانم. هكذا بدا المشهد مع إعلان انطلاق فعاليات مليونية القدس شرق غزة. قافلة لوحدات الكاوتشو تجهز نفسها لإشعال الحدود. وهنا مشهد متكرر لملحمة بطولية عنوانها الشباب الثائر انتصارا للقدس في ذكرى احتلالها. احتلال يؤكد الشبان أنه سيزول بإرادتهم وصمودهم. شعبنا سيمحي هذه النكسة بإذن الله سبحانه وتعالى، وسينتصر على هذا العدو الجبان. هذا العدو عدو هش لا يتحمل يعني شعب لا يتحمل صمود شعبنا ومقاومة شعبنا. اليوم نقولها، لسنحول النكسة إلى أن نصر بإذن الله وهزيمة لهذا المحتل. إحنا حنوصل رسالتنا وحنرجع بإذن الله، واليهود ما بيخوفنا ولا حنخاف، وحنرجع وحنيجي كل جمعة بإذن الله لندافع عن أرضنا ونحررها. المسيرات قمعها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي وقنابل الغاز موقعا شهداء وجرحى. قمع تؤكد القوى الوطنية أنها دليل على نجاح المسيرات في إيصال رسائلها وفضح إسرائيل التي تحاول وقفها من دون جدوى، فضلا عن أن المسيرات كشفت الوجه الحقيقي للمتطبعين مع الاحتلال. مساحة الاشتباك تتوسع في مواجهة هذا العدو الصهيوني بما يجعله مشروعا خاسرا، وبما يجعله فعلا أمام حالة استنزاف متواصلة. نؤكد بوضوح أن القدس غير قابلة لا للقسمة ولا للبيع. القدس ليست أبو ديس وليست الدهيشة، القدس ليست رام الله وليست أريحة، القدس هي عاصمة القرآن الكريم وعاصمة الديانات. الهيئة الوطنية لمسيرات العودة أكدت استمرار الحراك السلمي حتى تحقيق أهدافه، بينما شددت الفصائل على أن كل الخيارات مفتوحة في ساحة المواجهة مع المحتل بما فيها المواجهة المسلحة. اختبار جديد للثبات على الحق مثلته مليونية القدس التي أسقطت اليوم أيضا كل الرهانات على تراجع الحراك الشعبي الذي يؤكد الفلسطينيون أنه أعاد تصويب البوصلة نحو فلسطين القضية المركزية للأمة. من الحدود الشرقية لغزة، أحمد غانم، الميادين. وفي مدينة القدس أدى عشرات الآلاف صلاة آخر جمعة من شهر رمضان في الأقصى. هناء محميد. يشقون طريقهم إلى القدس. الدرب إلى المسجد الأقصى في الجمعة الرابعة من شهر رمضان بات ثكنة عسكرية متواصلة من الحواجز الحديدية وعناصر الاحتلال، لكن ذلك لم يمنع نحو 280 ألف فلسطيني من الصلاة فيه. هذه الأعداد هي ترسل رسالة للعالم أن المسجد الأقصى المبارك هو قبلة المسلمين الأولى، والمسجد الأقصى في القدس الشريف هو عاصمة فلسطين الأبدية. أنا أتمنى حشود أنها تنزل على الجسر، حشود من الدول العربية، مسيرات سلمية اللي تيجي على الجسر وتبين للعالم لليهود أنه إحنا استعان لحد الآن بدنا وطننا وما بعنا وطننا. 51 سنة من عزل القدس عن العالم العربي بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وسنوات طويلة من عزلها عن محيطها الفلسطيني بالجدار وحواجز الاحتلال جعلت من هذه الأيام والليالي الفضيلة فرصة لأبناء المدينة لاستعادة فضائهم وحيزهم الفلسطيني والتأكيد على هويتها الوحيدة.
الفلسطيني بيخلق الحياة الموجودة قدامك. هذه كلها حياة فلسطينيين قاعدين مراهنين إنه هذا باب العمود. كل شبل، كل زهرة، كل حدا قاعد باب العمود بثبت إنه هذا البلد فلسطينية بحتة، ما حدا بينافسنا عليها. الاحتلال لا يترك القدس لتنعم بالراحة لحظة، وبات بعد نقل السفارة الأمريكية إليها وتواطؤ بعض العرب يوغل أكثر بعنجهيته. فحتى خلال العشر الأواخر من الشهر المبارك واصل المستوطنون انتهاكاتهم للأقصى، والاعتقالات الإسرائيلية طالت حتى مقرئي القرآن في باحاته. عندما يتكبد الفلسطينيون عناء المسافات الطويلة تحت الشمس الحارقة فقط ليتنسموا هواء القدس وليصلوا في المسجد الأقصى المبارك، إنما يؤكدون أن هذه المدينة ملك لهم وستبقى. هنا محاميد، القدس المحتلة، الميادين. تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا طارئا بشأن غزة بناء على طلب الدول العربية، ووفق دبلوماسيين فيتوقع خلال الجلسة التصويت على مشروع قرار يدين إسرائيل على غرار مشروع القرار الذي استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضده في مجلس الأمن قبل نحو أسبوع. رسالتي إلى الشعب الفلسطيني أن ما حدث على الأرض من قتل للمزيد من المدنيين الفلسطينيين وإصابة الكثيرين منهم دليل على الحاجة الملحة إلى توفير الحماية، وقلت إننا لن نتوانى في سعينا لمحاولة إيجاد سبيل لتوفير الحماية للسكان المدنيين لأن ذلك واجبنا. هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله، وهذا هو الشيء الذي يحتاج إليه الشعب الفلسطيني بما في ذلك قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة، ونحن مصممون على بذل كل ما في وسعنا من أجل توفيره. هذا الملف فتح، نحن في المراحل الأولية تمكننا من الحصول على دعم أغلبية الأعضاء في مجلس الأمن. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن أهل القدس أفشلوا كل مخططات تغيير ديموغرافيا مدينتهم على مدى أكثر من 50 عاما. وفي خطابه لمناسبة يوم القدس العالمي قال إن المقدسيين يمنعون الاحتلال من إحداث أي تغيير في مدينتهم وتحديدا في محيط الحرم القدسي بصمودهم وتمسكهم بالبقاء في القدس. الحقيقة هي أن السكان المقدسيين العرب في القدس الشرقية من مسلمين ومسيحيين يقع على عاتقهم العبء الأكبر في هذه المعركة. بقاؤهم هناك يمنع تغيير الهوية، هوية المدينة. فقط يقعدوا بالقدس، يقعدوا بيوتهم أو يحضروا بمتاجرهم، بس يمشوا بطرقاتها، تشوفوا في وجوه في طرقات وشوارع وأسواق القدس، تشوفوا الفلسطينيين وتشوفوا النساء الفلسطينيات وتشوفوا الصلاة في مسجد الأقصى والصلاة في كنيسة القيامة. لو بس عملوا هيك، لا حملوا سلاح ولا ضربوا سكين ولا قاموا بعملية أمنية أو عسكرية، هذا بحد ذاته هو أعظم الجهاد وأكبر الجهاد وأهم الجهاد. السيد نصر الله أكد أنه ليس الحزب الله مشروع خاص في سوريا، وأن الحزب موجود وفقا لتطورات الميدان وبطلب رسمي من القيادة السورية. وشدد السيد نصر الله على أنه عندما تطلب القيادة السورية خروج الحزب من سوريا فإنه مستعد لذلك. نحن ما عندنا معركة في سوريا اسمها مين بيخلينا ومين بيظهرنا. نحن بيخلينا هو الواجب والقيادة السورية. لكن بنفس الوقت بدي لكم، بنفس الوقت بدي لكم، لو اجتمع العالم كله، لو اجتمع العالم كله ليفرض علينا أن نخرج من سوريا، لا يستطيع أن يخرجنا من سوريا. لو اجتمع العالم كله، هناك حالة وحيدة فقط، أن تأتي القيادة السورية وتقول لنا يا شباب الله يعطيكم العافية ممنونين، هم جماعة شاكرين بكل المناسبات بيشكروا، ممنونين شاكرين الله يعطيكم العافية، هذه المنطقة كفى الله المؤمنين قتالا حسمت. وفي اليمن، وبالرغم من الحرب المتواصلة على أهله، خرجت 3 تظاهرات حاشدة في صنعاء والحديدة وصعدة، أكد من خلالها اليمنيون مركزية القضية الفلسطينية وموقفهم الداعم لها. تقرير أحمد عبد الرحمن.
يرفعون أعلام اليمن وفلسطين ويهتفون قادمون يا قدس. تحت أشعة الشمس الحارقة ومن هذا الشارع شمال صنعاء تعالت صيحاتهم. يمنيون من مختلف المناطق والفئات، نساء ورجال وأطفال، كانوا على الوعد في يوم القدس العالمي. نحن اليمنيين اليوم في مسيرة القدس العالمي لنثبت للعالم أن القدس قضيتنا الأولى مهما ضربنا العدوان من طائرات. كل محاولات العدوان لإركاع هذا الشعب باءت بالفشل ولثنيه عن توجهاته وعن قضيته المركزية. بجراحهم المثخنة والنازفة حضروا نصرة لفلسطين، جرح الحرب، وشعب بأكمله قاوم جراحه ومشى عليها إلى هنا. لو بذلنا أجسادنا جزءا تلو جزء من أجل قضيتنا العادلة ومظلوميتنا الكبرى ومن أجل مقدسات الله سبحانه وتعالى، فهذا لن يثنينا ولن يهمنا. القدس عاصمة الأنصار. سياسيون ومشايخ وعلماء دين تقدموا صفوف المشاركين في هذه التظاهرة. يقولون بأن قضيتنا الأولى قبل أن تكون اليمن، قضيتنا الأولى هي القدس، دليل على عظمة هذا الشعب الوفي لدينه ولأمته. هذا الخروج الشعبي الكبير في التظاهرة المركزية في صنعاء تزامن أيضا مع خروج شعبي لافت في الحديدة وصعدة، تظاهرات وفعاليات متعددة والهدف واحد، إحياء يوم عاصمة الأحرار وقبلة الحرية. عين على بلدهم وأخرى على القدس. على امتداد أيام وسنوات حرب التحالف ظل اليمنيون أوفياء لقضيتهم الأساس، وها هم يجددون لها العهد في يومها العالمي بهذا الحشد الشعبي الضخم من صنعاء وبحشود أخرى من أكثر من محافظة يمنية. أحمد عبد الرحمن من شارع الستين بصنعاء، الميادين. تونس أحيت يوم القدس بتنظيم مسيرة وسط العاصمة التونسية شارك فيها عشرات الأحزاب والمنظمات. تظاهرات ومحاضرات فكرية تمحورت كلها حول القضية الفلسطينية شهدتها تونس إحياء ليوم القدس العالمي. أحزاب ومنظمات ومفكرون ناقشوا سبل التصدي للغطرسة الإسرائيلية والتواطؤ العربي. آخر التظاهرات نظمتها سفارة إيران في تونس. أظن هناك روح جديد في العالم الإسلامي لمقاومته وللصمود قبل هذه المؤامرات الصهيونية الأمريكية. التصدي لمحاولات التطبيع مع إسرائيل كان العنوان الأبرز لمختلف المداخلات والنقاشات. بالتوازي مع التظاهرات الفكرية والثقافية، شهدت تونس أيضا مسيرة شعبية بمناسبة اليوم العالمي للقدس، عبر خلالها المشاركون عن مطالبهم بتجريم التطبيع مع إسرائيل. فاختتام احتفالات يوم القدس العالمي كان عبر مسيرة شارك فيها مئات المواطنين والسياسيين والحقوقيين الذين أكدوا خلالها على التمسك بحق الشعب الفلسطيني في أرضه وعلى مساندتهم لصموده البطولي. نحن نعلن من هنا دعمنا لمسيرة العودة ودعم لهذا سنترجمه بتجريم التطبيع والتصدي لكل محاولة التطبيع مع الكيان الصهيوني ثقافيا رياضيا سياسيا. المسيرة التي تلاها مهرجان خطابي رفعت شعارات داعمة للمقاومة في لبنان وسوريا باعتبار أن استعادة القدس رهينة بمحافظة محور المقاومة على قوته. أما داخليا فكان الإجماع على ضرورة مقاومة كل أشكال التطبيع وعلى سن قانون يجرمه. أهم مطلب في يوم القدس العالمي هو تجريم التطبيع، لأنه هو صد المنيع وهو الوجه الثاني للمقاومة المدنية التي هي ظهر للمقاومة الفلسطينية. والتوانسة مصممين أنهم يتحملوا جزء مهم في هذه المعركة، دورهم اليوم أنهم يفضحوا المطبعين في تونس، أنهم يقاطعون كل البضائع الإسرائيلية.
أحياء يوم القدس العالمي في تونس اكتسب زخما أكبر بالتوازي مع خطوات أمريكية وحتى عربية في إطار ما يسمى مشروع صفقة القرن. مراد الدلنسي، تونس، الميادين. شكر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي الجماهير التي احتشدت دعما للقدس في يوم القدس العالمي. وفي حديث إلى الميادين أشار زكي إلى أن عملاء أمريكا في المنطقة يريدون تحويل الصراع من فلسطيني إسرائيلي إلى شيعي سني. هذه الفوضى الخلاقة، هذا العربدة الأمريكية تجد عملاء لها. فأنا بقول بدون ما نسمي حدا، بقول القدس هي العنوان. من هو مع القدس هو مع معتقداته، مع دينه، مع قيمه. أما الذين ذهبوا مع السيد ترامب فهم مشركون، وبالتالي نحن ما بدنا نساوي ما بين اللي عندهم إيمان وعقيدة راسخة وما بين المتذبذبين حول مصالحهم بغير مواقفهم كما يغير القمصان. وبالتالي هؤلاء إلى مزابل التاريخ أيا كانت عظمة وقوة الحجم الإمكانات اللي عندهم. نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لواء أبو أحمد فؤاد أعلن لا أحد يستطيع أن يتجاوز الشعب الفلسطيني، مضيفا أن الفلسطينيين لا يراهنون على النظام الرجعي العربي. الشعب الفلسطيني صامد على أرضه في وطنه، لا يستطيع أحد على الإطلاق أن يتجاوزه. لكن الأمر المؤسف أننا ولا في يوم من الأيام نحن كفصائل مقاومة فلسطينية راهننا الحقيقة على النظام الرجعي العربي على الإطلاق. هذا نظام مرتهن بكل شيء للإمبريالية العالمية وبشكل خاص للإمبريالية الأمريكية، وكل ما تريد الإمبريالية الأمريكية هذه الأنظمة الرجعية تنفذ. لكن الأمر المؤسف والمؤسف جدا جدا أن يمر يوم مثل هذا اليوم ولا نجد حراك شعبي في الساحات العربية بغالبيتها. النشرة مستمرة لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أفاد مراسل الميادين نقلا عن مصدر عسكري سوري بنفيه تعرض مدينة البوكمال لأي هجوم من جانب داعش، وأضاف أن المدينة تحت سيطرة الجيش السوري وحلفائه، ذلك بعدما كانت وسائل إعلام قد تناقلت أنباء عن سيطرة داعش على مناطق في البوكمال بريف دير الزور. نفت وزارة الدفاع الروسية قصف طائراتها بلدة زردناب في محافظة إدلب السورية. الوزارة أشارت إلى اندلاع معارك طاحنة في هذه المنطقة بين جبهة النصرة وجيش الإسلام استخدمت فيها المدفعية الثقيلة، وأكدت أن مزاعم المرصد السوري والخوذ البيضاء لا تطابق الواقع. تحاول مدينة حلب النهوض من ويلات حرب السنين السبع من خلال تعدد النشاطات الثقافية والتراثية والسياحية. فكيف تمر ليالي شهر رمضان في خان الوزير بحلب القديمة؟ بالعراضة فتحت أبواب خان الوزير، أحد أشهر خانات حلب القديمة، الحكوات والمولوية والمسحر، إضافة إلى الرقص العربي ضمن فعالية فانوس رمضان. ليالي رمضان القديمة عادت إلى المدينة، وعاد التراث الحلبي القديم إلى أزقتها الضيقة. كل ليلة هناك طقس جديد من طقوس مدينة حلب. هذه الليلة هناك طقس تراثي من خلال الفعاليات التراثية في مدينة حلب، أناشيد دينية، موشحات، فرق مولوية، فرق الرقص العربي، إضافة إلى فقرات من التراث الحلبي. لم يقتصر فتح خان الوزير على إحياء لياليها بالموشحات الحلبية فقط، بل فتحت محلاتها لتشجيع التجار الحلبيين على العودة إلى أسواق حلب القديمة. نحن عملنا فعالية رمضان حلب أحلى من بداية تقريبا شهر رمضان مشان غاية إحياء حلب القديمة. تقريبا هي بعد ما تحررت المنطقة القديمة كان كثير صعب الدخول، لو حاولنا نحن ننشط الأحياء فيها ونعيد القلق والروح لصرح مهم تاريخي من أحد أوابد حلب التاريخية. الخان شهد خلال الشهر الفضيل إقبالا كبيرا من أهالي حلب ومن قبل السياح أيضا.
أتيت إلى هنا منذ مدة قصيرة. ما شاهدته من عودة الحياة إلى المدينة كان ملفتا جدا، وقد أعطى طابعا إيجابيا عن حلب وأهلها. إحياء ليالي حلب الرمضانية له وقع إيجابي على أزقتها القديمة، ولا سيما أن المدينة تحاول النهوض من ويلات حرب السنين السبع من خلال تعدد نشاطاتها الثقافية والتراثية والسياحية. نفت المفوضية العليا للاجئين في جنيف اتهامات وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل بمحاولة المفوضية التأثير على قرارات النازحين السوريين بالعودة إلى بلدهم. الناطق باسم المفوضية أشار إلى أن مسؤولية المفوضية محصورة في التأكد من أن عودة اللاجئين طوعية، مشددا على أن الأوضاع في سوريا غير ملائمة للعودة. لبنان هو البلد الذي يستقبل النسبة الأعلى من اللاجئين في العالم مقارنة مع عدد سكانه، ونحن نتفهم أن يكون ذلك مصدر صعوبات كبيرة للبنانيين وللحكومة اللبنانية، ولكن في الوقت نفسه فإن دورنا وجزءا من مسؤوليتنا هو البحث عن أفضل السبل لإدارة هذه الأزمة. نحن لا نعارض أي شخص يريد العودة بشكل تلقائي إلى منزله إذا وجد أن الظروف مناسبة لذلك. مسؤوليتنا أن نتأكد من أن هذه العودة مضمونة وتلقائية ولا تخضع لأي ضغوط. أجرينا مقابلات مع عدد من اللاجئين في لبنان وشرحنا لهم أنهم يتحملون مسؤولية قرار عودتهم إلى بلادهم. بالنسبة لنا الأوضاع في سوريا غير ملائمة لتنظيم عودة اللاجئين. استهدف الحشد الشعبي في العراق تجمعات لتنظيم داعش داخل الأراضي السورية. الحشد أعلن أنه بعد تلقيه معلومات استخبارية دقيقة استهدفت مدفعيته تجمعات لداعش في قرية العطشانة، ما أوقع إصابات مؤكدة في صفوف التنظيم. استشهدت امرأة وأصيب 14 آخرون بينهم نساء وأطفال في ثلاثة اعتداءات إرهابية في محافظة كركوك، حيث انفجرت عبوة ناسفة قرب جامع الأبرار بشارع القدس وأخرى قرب طريق بلدة مرور بكركوك، فيما استهدفت قذيفة كي 4 مدرسة في المنطقة. أعلن قصر الإليزي أن فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا اتفقت على رفض عودة روسيا إلى مجموعة الدول السبع، كما طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مسؤولون في المجموعة قالوا إن من غير المرجح صدور بيان ختامي لاجتماع كندا بسبب عدم وجود توافق، وكان ترامب قد طالب بعودة روسيا إلى المجموعة. فيما أعلنت المستشارة الألمانية أن دول أوروبا متفقة على أنه لا يمكن إعادة روسيا إلى المجموعة ما لم يتحقق تقدم على صعيد حل الأزمة في أوكرانيا. نحن متفقون على أن عودة روسيا إلى مجموعة السبع لا يمكن أن تحدث ما لم يحرز تقدم كبير فيما يتعلق بالمشاكل مع أوكرانيا. كانت المناقشات حيوية وجيدة بالمعنى الإيجابي للكلمة، ولكن كما هو معروف هناك آراء مختلفة بشأن التجارة وحماية المناخ. هذه القضايا ليست على جدول الأعمال بعد، وبالتالي لا أستطيع أن أقول ما إذا كان سيكون هناك بيان مشترك. يعقد في السعودية يوم غد الأحد اجتماع يضم الكويت والأردن والإمارات والسعودية لبحث سبل دعم الأردن. وكالة الأنباء السعودية أشارت إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز دعا إلى عقد القمة في مكة المكرمة لبحث سبل خروج الأردن من أزمته الاقتصادية الحالية، وفق وكالة الأنباء السعودية. إلى أفغانستان، حيث أعلنت حركة طالبان وقف عملياتها العسكرية خلال عيد الفطر. بيان للحركة أشار إلى أن قرار تعليق العمليات لن يشمل القوات الأجنبية، ويعد قرار طالبان الأول من نوعه، ويأتي بعد إعلان الرئيس الأفغاني وقف إطلاق النار. نبقى في أفغانستان، حيث اضطر الآلاف من سكان مناطق إقليم ننغرهار إلى النزوح بسبب عملية عسكرية أفغانية أمريكية مشتركة. وتشن القوات المشتركة عملية جوية وبرية ضد مواقع لداعش في الإقليم منذ أواخر الشهر الماضي، ما أدى إلى تدمير عشرات القرى والمنازل، حيث يتحدث النازحون عن دمار كبير وانعدام وسائل الحياة. دعما للقضية الفلسطينية، أطلق الفنان العربي وليد توفيق أغنية بعنوان عهد، تحية للمناضلة عهد التميمي التي لا تزال تقبع في سجون الاحتلال
لتحديها جنود الاحتلال. وفي اتصال مع الميادين قال الفنان توفيق إن القضية الفلسطينية قضية كل العرب، مشيرا إلى أن الفنان قدوة وخصوصا في القضايا الوطنية. يا عهد الوفاء انت اخبز الحق كبرتي. حبيت اني اعبر عن 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 شعوري انا اتجاه هذه الصبية اللي ترفع راسنا كفلسطينيين وكعرب وكلبنانيين. فحبيت انا والاستاذ نزار فرانسيس الحقيقه اني احييها بهذه الاغنيه، لان الا يا عهد مثل ما عاهدتك انا على الهوى وقلت لك انا معك ان شاء الله، ومني حقول بصوتي وبكلمات نزار اغنيه خاصه بك لانه اصبحت انت رمز. يعني احنا وقتنا الاغنيه مش بس لعهد، هي عهد اصبحت الرمز لكل مناضل لكل انسان بالسجون الاسرائيليه. احنا بنوجه له هذا الكلام وهذا التحيه، وتحية لفلسطين والقدس الحبيبة اللي هي بقلوبنا بعروقنا بدمنا. قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. ارتفاع عدد شهداء مسيرات العودة إلى 135 واجتماع طارئ في الأمم المتحدة الأربعاء لبحث الوضع في قطاع غزة. السكان المقدسيين العرب في القدس الشرقية من مسلمين ومسيحيين يقع على عاتقهم العبء الأكبر في هذه المعركة. في يوم القدس السيد نصر الله يدعو العالم إلى دعم صمود المقدسيين. مصدر عسكري سوري في للميادين صحة الأنباء التي تحدثت عن تعرض مدينة المكمال لأي هجوم من داعش. خلافات تعصف بقمة دول مجموعة السبع، ودول أوروبية ترفض مقترح ترامب لعودة روسيا إلى المجموعة. الميادين دوت نت دائما للمزيد من الأخبار وباللغة الإسبانية اسبانول دوت ميادين دوت نت. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.